ما نجمتش نتخيل اي واحد يتخيل بنته كيف كيف. بكل صدق الحمد لله اللي وليت اتكلم فيكم، والله الحمد لله اللي وليت اتكلم فيكم، وبارك الله فيكم وبارك الله فيكم. واحد ينجم يعاوني باش ناخذ حقه، مش نطالب حاجه، طالب حق، هذه هي الحاجه الوحيده. هي تلميذة وقع اختطافها معناها من قدام ليسي السنة 7 الكليج، طلبنا حتى المدير نتاع الكليج، طلبنا المدير الجهوي، طلبوني مدير حماية الطفولة، بارك الله فيهم. الناس كل تتصور يعني هزوا لي، يعتبر هما اللي نقضوني، خاصة عاونوني ووقفوا معايا، ما خلونيش طح. لا نوصل من مرات نخرج لبرا ظل نبكي وحدي، لان ما نجمش نبكي قدام الناس مهما كانت التكاليف. شكون توجه معناها ندائك؟ نداء نوجهه للقضاة، خاصة القضاة. الامن بارك الله فيه خدم خدمته، بارك الله فيه تاع سبيبو جدلين، وان شاء الله القدام يزيدوا يعاونونا ويوقفوا معانا. نوجه خاصة للقاضي اللي توقف قدامه، يعني يتحمل مسؤولية قدام ربي باش يهدوا الولاد هذوما اللي هما 4 5 قلت لي بالنفوذ نتاعهم باش يتملصوا من القضيه هذه. يحب ثم واحد يحب ان يخرج الكهرباء من اللعبه باش ما نجبدش خوه. وصل لي قالوا لي ما تجبدش بلاي خوه، ما تجبدش من الكهرباء. الصباح رئيس مركز يرحم والديه العوام باش جاب الكهرباء ودخلوه الفرير. وهما يحبوا يتملصوا، يحب كل واحد يرمي التهمه للاخر. فيهم المترين على الحبس مربوط.